أشاد سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع بجهود حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في ترسيخ قيم التعايش والتسامح الروحي والتنوع الثقافي، حتى بات مجتمع البحرين يقدم نموذجا يحتذى به لكل شعوب الأرض، حيث يعيش أصحاب الديانات والحضارات المختلفة جنبا إلى جنب في جو من الود والألفة والتناغم بين مكونات وشرائح المجتمع. وأكد المطوع على هامش زيارته لمعرض جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن البحرين بلد سلام منذ نشأتها في العصور القديمة، كجزيرة تلتقي فيها مختلف الشعوب وتتلاقى فيها مختلف الفئات البشرية. لذلك ليس غريبا أن يتبنى جلالة الملك هذا الموضوع الأممي الذي يدعو للسلام والمحبة والتعارف بين الشعوب والطوائف والأعراف من أجل مصلحة البشرية جمعاء. ما في شك أنه اليوم ونحن نجتمع في بيت العالم، في بيت الأمم المتحدة تحت شعارات السلام، هناك مؤتمر يعقد الآن أو عقد قبل قليل من أجل السلام في العالم، من أجل التعايش السلمي بين البشر. ليس غريبا أن يكون للبحرين دور مميز في هذا الجانب نظرا لما تشكله هذه الجزيرة الصغيرة من مختلف الأعراق التي تعيش فيها منذ أقدم العصور. جلالة الملك في الحقيقة عندما رفع شعار فلنعش جميعا في سلام، إنما هي دعوة أممية ودعوة يرحب فيها العالم.